التجارة الحرة لوزير التجارة طيب زيتون. التجارة الحرة الإفريقية، رؤساء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية ومنظمات أرباب العمل، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ونحن نشهد اليوم تنظيم الدورة 31 لمعرض الإنتاج الجزائري برعاية كريمة وسامية من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن أرحب بالسيد ومكيليميني الأمين العام لمنظمة التجارة الحرة الإفريقية والوفد المرافق له، وأشكره على قبوله دعوة الجزائر وعلى زيارة الجزائر التي تشكل القلب النابض لإفريقيا منذ زمن حركات التحرر ضد قوى الاستعمار إلى مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي. وأنتهز هذه الفرصة لأعرب للسيد ومكيلي ميني ومرافقيه عن شكري وامتناني باسم الحكومة الجزائرية نظير الجهود المعتبرة المبذولة من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي نراهن عليها جميعاً لتكون محوراً للتعاون والتبادل التجاري على الصعيد الإقليمي، وكذلك تكون فرصة مهمة لترويج الإمكانيات والقدرات الاقتصادية لبلداننا وتعزيز التكامل الاقتصادي القاري. إن عقد هذا الملتقى الاقتصادي حول مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية أو القارة الإفريقية يعكس الاهتمام البالغ الذي تبديه حكومة بلادي لتحقيق التكامل القاري الذي يشكل أهم الأولويات الإفريقية للجزائر، التي ساهمت على مدار عقود من الزمن في صياغة المواقف الإفريقية المشتركة والدفاع عنها، مثل أهداف التنمية المستدامة، تغير المناخ وغيرها من الاهتمامات والانشغالات الرئيسية. السيدات والسادة الحضور الكرام، كلنا نعلم أن حجم التجارة البينية الإفريقية لا يزال أقل بكثير مما نصب إليه، فجميع الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن معدل التجارة البينية الإفريقية لا يتجاوز 15%، أي ما يعادل 2% من التجارة العالمية، معتبرة أنه أدنى معدل تكامل مقارنة بالمناطق الاقتصادية الأخرى في العالم. والحقيقة أن إحياء أمل الاستغلال الأمثل لقدرات إفريقيا وإمكانياتها التنافسية عبر هذه المقاربة القارية سيسمح بتعزيز التجارة البينية لتحقيق الاندماج في سلاسل القيم أو سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قارتنا الشاسعة. وحسب الدراسات المنجزة من طرف اللجنة الاقتصادية الإفريقية سيوا، فإن هامش المبادلات التجارية البينية المرتقبة تقدر ب 35 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نسبة نمو يقدر ب 52% من التجارة البينية الإفريقية، وذلك كله يتطابق مع توقعات أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن إصلاح مشهد السياسات التجارية المجزأ وتحسين تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة القائمة في إفريقيا يمكن أن يسهم في زيادة بعض التدفقات التجارية بين الدول الإفريقية بأكثر من 50%. السيدات والسادة الحضور،
إن الجزائر تتطلع إلى بلورة شراكات بينية حقيقية نافعة ومتوازنة في الداخل الإفريقي وفي خارجه، بدل تلك الشراكات التي كرست ردحا من الزمن تبعية إفريقيا للآخر للأسف. كما تولي أيضا الجزائر أهمية كبيرة لتحقيق أحد المشاريع الرئيسية لأجندة 2063، وهو منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية باعتبارها إطارا مشتركا للنمو الشامل والتنمية المستدامة للقارة على مدار العشريات الخمسة القادمة. وبتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أصدرت الجزائر في 29 ديسمبر 2020 قانونا متعلقا بالتصديق على الاتفاقية المنشأة لهذه المنطقة الحرة، وفاء منها لعمقها وامتدادها الإفريقي وسياساتها التضامنية مع بلدان القارة، وترسيخا لقناعاتها بتجسيد الأهداف السامية التي سطلها المؤسسون الأوائل للاتحاد الإفريقي، ولا سيما ما تعلق منها بالاندماج القاري والتكامل الاقتصادي. كما انتهت بلادنا من إعداد قوائم الامتيازات التعريفية لتجارة السلع، والتي اعتمدها الاجتماع التاسع لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة الإفريقية المنعقدة في جويليا 22. وتعزز هذا المسعى لاحقا بمبادرة التجارة الموجهة التي أطلقت خلال الاجتماع العاشر لمجلس وزراء المنطقة المنعقد في أكتوبر 22 في دولة غانا، حيث أن مبادرة التجارة الموجهة سهلت الشروع الفعلي للمبادلات التجارية وفق المزايا التفضيلية المقررة في الاتفاق المؤسس للمنطقة بين الدول الأطراف التي استوفت شروط الحد الأدنى لبدء هذه المبادلات. ومن هذا المنبر وبحضور السيد الأمين العام للمنطقة، يشرفني أن أعلن أمامكم وبشكل رسمي عن مشاركة الجزائر وانضمامها إلى مبادرة التجارة الموجهة، والتي سيتم من خلالها الشروع في عمليات التبادل التجاري بين الجزائر وشركائها في هذه المبادرة بدون قيود جمركية، بدون قيود جمركية. وأرى أول المستفقين هم رجال الأعمال المصدرين. ضمن مساري منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي انخرط فيها إلى غاية اليوم كل من الجمهورية التونسية، ونحيي ممثلي الجمهورية التونسية الحاضرين معنا اليوم، جمهورية مصر العربية، كينيا، غانا، الكامرون، رواندا وجزر الموريس. ولا أدري، أترك للسيد الأمين العام يعني تأكيد غانا تنزانيا كآخر ملتحق بهذه المبادرة. وفي هذا الشأن سأترك المجال لممثلي الهيئات المشاركة لتقديم شروحات معمقة عن مبادرة التجارة الموجهة وكذا الفرص التجارية المتاحة خلال أشغال هذا الملتقى. وختاما، لا يفوتني التنويه بالعمل الجبار للأمانة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وعلى رأسها سعادة الأمين العام وامكيلي ميني، من أجل إشراك كافة الأطراف المعنية
بهذه المبادرة والترويج لها، وذلك تحضيراً لاجتماعها السنوي المقرر عقده في شهر ماي 2024. أؤكد فقط قبل أن أختم كلمتي أننا انطلقنا فعلياً ابتداءً من هذا اليوم في المبادلات التجارية بين الدول الثمانية المؤسسة للمبادرة أو لإنيسياتيف جيدي. وهنا ندير نداء للإخوة رؤساء ومنظمات أرباب العمل ورؤساء المؤسسات العمومية والخاصة من أجل الانطلاق الفعلي في التبادلات التجارية الفعلية الحقيقية. وأبارك لكم انضمام الجزائر لهذا الفضاء بدون قيود جمركية أو غير جمركية، سواء دي بارير تاريفار أو نون تاريفار اللي تم نزعهم جميعا. ونشكر حتى مصلحة الجمارك ومديريتها العامة على الانخراط الفعلي والجاد في هذه المبادرة. وأتمنى للسيد الأمين العام والوفد المرافق له إقامة طيبة في الجزائر، كما أدعو كل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى تكثيف التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية واغتنام فرصة مبادرة التجارة الموجهة بتوجيه صادراتنا إلى الدول الإفريقية المشاركة وبلوغ هدف السيد رئيس الجمهورية في تطوير صادراتنا خارج المحروقات إلى الأهداف المرجوة. شكرا على حسن الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا، كانت هذه كلمة وزير التجارة طيب زيتوني على هامش ندوة حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية. ونعود من جديد لاستكمال أخبار الجزائر العميقة مع طارق. عودة إليك طارق.